تنقلات لأنه قلبوا الخطوط، الخطوط الرسمية التغت وحولوا الطرق لطرق برية وفرعية وهكذا، ويعني معاناة الشعب أصبح حتى الذهاب للحوبان مشكلة، الذهاب لصنعاء مشكلة، الذهاب للمخا مشكلة، يعني بدل ما تقتصر المسافة بساعة للمخا تجزع بست ساعات. النفس تمشي الطريق دفاع عن النفس. انا سائر واصل والله يوصلوا تعبانين مره، عاد نوصل وهم قدوم يعني طريحين الفراش، عاد انا قبل يمكن 4 ايام او 5 ايام كذا شلينا حقك، والله انهم وصلوا عاد قدوم ما سكر ضغط وخلاص يعني وصلوا منتهين. تفويق الحقوق يكون من عدن. طبعا احنا علينا يعني الباسط ما يوصلوش لمنطقه تعز. كبار السن هذا بالنسبه للوزاره، وزاره الاوقاف مهيئ لهم يعني كاطباء مع البعثه، كلهم يعتبر على الامراض المزمنه لديهم يعني، فهم ياخذون ادويتهم معهم. نحرص احنا كوكالات ان ننبههم يعني شو ادويتهم المزمنه معهم وزي كذا يعني.